ممكن نشوفوا الحلقه تبارك الله المغرب ديالنا راه ما خاصنا تاخر الحمد لله، ولكن كنقولوا كطلع لي انا شخصيا كطلع لي انا داحسي كنقول نشجعها ماشي مشكل، ولكن نتعايروا حنا مغاربه علاش؟ شنو كتعطينا باش تعايرينا؟ راه حنا اللي كنعطيوك المغاربه كلهم عطاوك سخت المغربيات الامهات كاين تبارك الله اللي في مستوى راقي كالمثقفات ماشي كتعلميهم راه كيعطفوا عليك. هذا هو الخطا، انه كان كيعطفوا عليها المغربيات المغاربه في خارج يعني في داخل الوطن وخارجه كيتعاونوا معاك. راه داك العدد اللي كنتي داك العدد اللي كنتي كتشوفي ديال لي في راه هما سي تري بون شوز، بالعكس بغيناك تزيد ما شاء الله، ولكن يكون محتوى زوين، يكون محتوى زوين. لان اش كديري؟ راكي كتربي واحد الجيل، عندك بنيتك كتربيها، اذا لمشيتي بواحد التيار اللي هو مصالحش راه ما يمكنليش. حنا كمجتمع مدني هذيك البنت راه ما يمكنش تربيها انت، لان ما تكونيش ام صالحه. لما كتعايري بشي كلام قبيح هذيك البنيته راه كنسميوها اهمال، اللي كتهملي ديك البنت لانك ديت واحد الاتجاه وخليتي ديك البنيته. انا كتعز عليا داك البيبي، مره كتلاوح من هنا مره كتلاوح هنا كتصور ديك البنت، علاش كديري البوست لا بتيت الو كان تونا ميم با لو دغوا؟ هذه من جهه. من جهه اخرى غنذكرك في شهر لو مو جوي 2020 كانت واحد لا فيديو اللي هي ديال ندى حسي، اللي انا الما توشي فريمون الما توشي، لان شفت ديك الحاله ديال الام حامله ام عزيبه سما فريمون توشي، وعيطت لك وقلت لي فوالا 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 افيكتيمون محتاجه للمساعده، محتاجه للمساعده بلاش، هي حقيقه عندها البيس ديالها الام ديالها الله يخليها لها، كانت محتاجه للمدعمه الدعم يعني دعمناها بواحد الطريقه هي ما عرفهاش. اننا كندخلوا لا فيديو كنشوفوها تقريبا يوميا فوق ما تحط شي فيديو، حنا واحد الجروب اللي متبعينا مجتمع مدني وسادات محاميات قاضيات كندعموا هذيك السيده علاش بالرؤيه ديال ما كنستافدوا منها حتى شي حاجه، بالعكس حنا بغينا تستافد. هي راه ادماج بواحد الطريقه اخرى، ولكن تعطي مواضيع مزيونه، تعطي مواضيع مزيونه اللي غتستافد منها هي. حتى كنتصدم بلا فيديو ديال والبارح انها كضر في المغاربه، علاش؟ هذا هو الجزء ديال المغاربه. بلي فيو يوميا كنخليو لا فيديو، انا شخصيا كنشوف لا فيديو حتى كنكملها، ولو اننا ما غردناش نسمعوا داك الشيء، ولكن كنشوفوا ان هذيك البنت راه هي الام ديالها كدير خرجات كدير مزيان، هذاك ادماج. انا بالنسبه لي هذاك ادمجت نفسها وقفت على جيلاتها ولدت بنيتها كتقابل بنيتها كترضع بنيتها كتكون مع ماماها، هذا فرحنا حنا كمجتمع مدني فرحنا لهذيك البنيته. حتى بدا التغيير، التغيير لما تزوجات حقيقه الزواج الزواج كيكون فيه، ولكن كاين الزواج ما كنفضحوش حياتنا الشخصيه قدام كل شيء، ولكن درت اخطاء يمكن كل خطا غادي تتعلم، للاسف ما تعلمتش شيء لوندوما كدير اكثر منه. حتى كتواجه هنا كتواجه المغاربه انك تستحمر المغاربه، علاش كتقولي كتستحمر يا مغاربه؟ لان المغاربه كيدعموك كيشوفوك، راه المغاربه كيشوفوك علاش كيشوفوك؟ لانك اولا وضعيه صعبه، لان بالنسبه لنا هذيك راه وضعيه صعبه خصنا نتعاونوا معها، ولحد الان تنقول باقا وضعيه صعبه لان وقعت في هذا الازق هذا المشكل خصنا نعاونها نخرجوها منه. هذا من جهه، من جهه اخرى ماشي غير هي اللي كتضر في المغاربه وحنا اللي كنتعاونوا معاهم، حتى قاصرين انا كيبان لي قاصر كيخرج كيعاير في المغاربه وكيعايروا في الناس وكينطقوا بكلام اللي هو نبي حشومه، راه عيب. وعارفين الوالدين ديال هاد القاصرين فينا هما؟ فينا في العائله ديال هاد الناس؟ وحنا كنقولوا بان هذا الشهر ديال رمضان الانس، وحنا عندنا الحجر الصحي كندخلوا لديورنا يعني كنشوف قدامنا التلفزيون الافلام قدامنا لي بورطابل ديالنا، اذا كنقولوا حنا بدينا كنبحثوا جبرنا انها حقيقه هاد الشيء اللي كدير راه ماشي غير المغاربه، يعني حتى على السلطه ضحكت عليهم. انا بنت لي شفت جي فيزيوني واحد لا فيديو كتبان لي حتى لومبيلونس، اذا درتي السينما وجدتي لومبيلونس وجدتي الصحافه راه ماشي كتشوف تابي اللي كان داك النهار، انا بان لي حتى صحافه اخرى مي سي كوا سا. اذا انت كتضحكي على المغرب كامل بما فيهم المغاربه بما فيهم السلطه بما فيه يعني الوقايه المدنيه، هذه يمكن انا تيبان لي على انها خص هذه ان سويفي ميديكال، الا كنت كدير هذا الشيء بدون وعي خصها طبيب نفساني، انا كيبان لي طبيب نفساني لان هاتي ما تقدرش ما غتمشيش فيه العين، ومن الاحسن ناخذو بيديها. انا كنقول هنا انا هنا ما كان جو سوي اسي كوتي، ما نكذبش عليك فاطمه زهره انا معاها، ولكن تغير
الاسلوب ديال لي فيديو ديالها، تغير الطريقه ديال الكلام ديالها، ما كنمثلوش بالزواج، ما كنمثلوش بالوليدات، ما كنمثلوش بالحاجات اللي هما يعني حياتنا اليوميه، ما كنمثلوش فيها. اذا انت كتمثلي كتخلصي على ظهر على حسب المغاربه؟ لا، جو نسي با داك. بحكم تجربتي 30 سنه، نعم. المراه المغربيه تبارك الله ما شاء الله عليها، راها عندها النفس، نفسها المرأة المغربية ولات كتخرج تخدم على ولادها، كتخدم في اي حاجة كديرها. الحرام ما كديروش المغربية، علاش؟ لان دي فوا كتكون مضطرة مثلا، ولكن لا، لما كتلقى راسها خطأت كتعترف، كتقول لك انا ما بغيتش الحرام. شحال من فيديو دوز لفاطمة الزهراء، شحال وحده كتقول لك ما بغيتش الحرام، راه المغاربة بغيت حياة جديدة، بغيت حياة جديدة. للاسف انا ما كتبليش ان الام ديالها في استطاعتها انها تعاونها، كتبان لي ان ندى حسيت تفرق ماماها باش تقدر البوت خاصي لا في ديالها، لان مادام مع الام ديالها، الام ديالها تا هي خاصها ان سويفي. يعني ندى حسي ما بغيناش نسمحوا فيها، لان بنتنا مغربيه، بنتنا حنا واجبنا ان نكونوا بجنبها، ولكن تغير المحتوى. لا، بالنسبه لي لها انا كنقول بان شفنا هذه الحاله، حنا كنتبعوا كاع الحالات اللي عندنا، راك عارفه فاطمه الزهراء عندنا عدد كثير ديال الفتيات، والحمد لله كننجحوا معاهم. علاش لا مع ندى حسي؟ حنا ما غاديش نحاسبوها، ولكن بغيناها تصلح، بغينا هذه البنيته تصلح، ما توقعش في الخطا اللي وقعوا فيه وحدين اخرين. راه وحدين اخرين كان عقوبات اللي كينتظروهم. اذا حنا ما بغيناش هاد الام اللي هي يلاه بدات المسار ديالها ديال الامومه، ما بغيناش حتى يطيح في شي مشكل خايب اللي غتحرم من بنتها ولا البنت تحرم. هذاك سي ان اوتر فولي. انا بيني وبينك اللي كنوجه دابا كنوجهه لندى حسي واليوتيوبرز اللي كيضربوا في المغاربه، واللي كيقولوا اي حاجه، يحسنوا الالفاظ ديالهم، يحسنوا المحتوى ديالهم، لان هذاك ستام بروجي خدامين في حقيقه، ولكن ما يمسوش بناس اخرين، ما يمسوش بالمغرب. راه المغاربه هما اللي كيحتضنوكم، راه المغاربه هما اللي تعاونوكم، راه المغاربه هما اللي قابلين لكم على هبالكم. اذا حاولوا تهبطوا شويه للارض، حسنوا الطريقه ديال الهضره، حسنوا الطريقه ديال التصوير. بزاف ديال الحيت اللي ما كيعرفش شي حاجه يستافد من، راه تبارك الله عندنا مخرجين، عندنا فنانه، عندنا دي سيناريست كتصوروا الفلوس، استشروا معاهم يوريكم الطريقه ديال الاخراج، الطريقه وشنو الدوش. افلام قصيره راه غادي يعني يفودوا مونديل لي سبيسياليست، ماشي اي حاجه كتقبط في بيجامه النعاس ولا في بيت النعاس وكتصوروا اي حاجه. راه عيب وعار، راه عيب وعار. راه الا جا عندك الطفل للدار ما يمكنلكش تستقبلو ببيجامتك، الا جات عندك اختك لدارك حشومه تخرجي لها بيجامه مثلا، فما بالك انت كتغدي بيجامه او انت او هذا، والمغرب كامل كيتفرج فيك بيجامه وكتقولي اي حاجه. بون، بزاف د الحوايج كيدير، ولكن الله يهديهم. هادشي اللي كنطلبوا من الله، الله يهديهم، وهذا الشيء ما خصوش، خصو يتحد، الله اعلم. ولكن هذه عام كانت ديك الساعه حامله بالبنيته ديالها، تعاطفنا معها، قلنا علاش لا، هذه مزيانه. بون، سي اون في اللي كتعترف باخطائها القديمه وكانت باقا قصير، دابا الحمد لله راه ولات عندها 19 جو بونس، علاش لا ما نتعاونوش معها؟ ولكن بحيث نسمعها كتقول كتضر في المغاربه، المغاربه كنتحمروا المغاربه، الوغ لا سما شوكي. علاش؟ وانا انبت نفسي، علاش كنت كنتفرج في هذه البنت؟ صدمتني. وراه ماشي انا بوحدي، راه بزاف ديال النساء اللي ما قدروش يهضروا، انا كنهضر باسم هاد الامهات وخواتاتها حتى هما اللي كنقولوا راه خواتاتها. علاش دير هاد الشيء؟ علاش؟ علاش على سبيل الفلوس؟ علاش؟ راه تبارك الله ملايين استاذ، ملايين. حنا سمعتي شحال المبلغ اللي قالوا؟ حنا الملايين ماشي مشكل، تصور رزقها، دير مستقبل بنتها ماشي، ولكن يكون محتوى زوين وتحترم المغاربه.